والحقيقه عايزين ناكد ان النادي الاهلي طبقا لتصنيف الكاف هيكون على راس مجموعه ان شاء الله. الكره هتكون يوم الجمعه، وطبعا الانديه الافريقيه الابرز او المحتمل تواجدها مع النادي الاهلي على راس المجموعات النادي الاهلي، نادي الترجي التونسي، نادي الوداد المغربي، ونادي مازيمبي. ما دون ذلك بياتي في التصنيف الثاني الثالث الرابع حسب انجازاته اخر 5 سنين، التصنيف اللي بيتاخد بشكل تراكمي.